تترصد ميليشيات الحوثي الإرهابية للمدنيين بشكل يومي جنوبي الحديدة المزارع عبد الله وبخطوات متعبة. كان مزارعا في منطقة موشج بالقرب من مديرية الخوخة صار ضحية لقناص الإرهاب الحوثي أثناء رعيه للغنم تاركا أطفاله في حزن عما صار إليه والدهم. خرجت الصباح من البيت أنا وأولادي من الغنم، في واحد حوتي تسلل ورمانا في رجلي، يزرعوا لنا عبوات يزرعوا لنا ألغام، ما ذنبنا احنا المواطنين. لا شيء سوى أسئلة الموت والقلق تحيط بالآباء في تهامة. أما الطفل أحمد مرزوقي فقد صار معاقا بعد قصف شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية أحالته 12 مواطنا إلى أشلاء، من بينهم طفلان قضوا في مجزرة التحيتة حين انهالت عليهم قذائف الموت وهم يلعبون. أحد ضحايا ميليشيات الإرهاب والإجرام الحوثية في يوم دامي أمطرت فيه ميليشيات الحوثي الإرهابية الإجرامية المدعومة من إيران مدينة التحيتة بأكثر من 15 قذيفة هاون. أصيب الطفل أحمد مرزوقي وهو يرعى الأغنام بجانب مشروع مياه التحيتة. المدنيون يتوجهون كالعادة لمخاطبة كل الجهات المعنية وقد بحت حناجرهم وهم يستغيثون لإيقاف الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحقهم، فترتد إليهم مبادرات وبيانات وأشلاء وجراح ورعب. نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي كذلك بإدراج وتصنيف ميليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية كذلك، لأنها لا تفرق بين الأطفال والنساء والشيوخ والنازحين وجميع المدنيين. تمارس ميليشيات الحوثي إرهابها اليومي في تهامة قصفا وقنصا وبالمتفجرات والألغام، يطلق المواطنون في تهامة مناشداتهم ولا من مجيب. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية محافظة الحديدة.